كيف يمكن للبشر أن يسرقوا وجبة 12 أسداً جائعاً عند الفجر في جنوب كينيا؟ ديانغو وزملاؤه ينتظرون هذه اللحظة منذ أشهر، عودة القطعان. يمكن لهذه القطعان الخصبة أن توفر ما يكفي لإطعام أكبر قطيع بري في العالم. أكبر قطيع بري في العالم هو نعمة لصياد الفرائس، لكن المنافسة صعبة، فالجميع يريد نصيبه من الغنائم هناك، بما في ذلك أحد أكثر القتلة رعباً على هذا الكوكب. فكيف يمكن للإنسان البسيط أن يستغني عن المخالب والأنياب والتنافس مع مثل هذا الخصم؟ ديانغو يستخدم ذكائه، عبر عن مشروعك: دع الأسود تقتل الظباء ثم تسرق فرائسها. ولهذا فإن وجود رفيقيه ضروري، لأنه لا يمكن تخويف الأسود بسهولة. في البداية يجب على ديانغو أن يتبع خطى الأسود. يجب أن أتبع هذا الطريق. ديانغو البالغ من العمر 65 عاماً، هو صياد عجوز، فهو الذي يفتح الطريق، فهو يعرف منطقة الأسود جيداً ويستخدمها لتشغيل الوجود. الجميع على حذرهم لأن الجراء وأشبال الأسود قريبة، كل شيء يشير إلى أن الفريسة قد اقتربت. لقد هوجم ديانغو ذات مرة من قبل الأسود. إنه يعلم أن الرحلة الاستكشافية يمكن أن تسوء. لدينا جسم متوتر، القلب ينبض بشدة. سيتعين عليهم مواجهة 15 أسداً جائعاً، لكن إذا ظلوا متحدين فسيتمكنون من ترهيبهم وإبعادهم عن فرائسهم. قد حان وقت الرحيل، فقد تحلى بالشجاعة، ضربة حقيقية. فجأة تهرب الأسود أمام ديانغو بضع دقائق فقط قبل أن يدرك الأسود أنهم تعرضوا للخداع. وفي لحظة قطع ساق الظبي، وسرعان ما تراجعت المجموعة الصغيرة. عندما نتمكن من سرقة الفريسة دون أن يتأذى أحد، نرتاح ونحن نشعر بسعادة غامرة. وهو السيناريو الذي يتكرر منذ الليل، حيث يستخدم الصيادون دائماً عقولهم وليس فقط عضلاتهم لمواجهة قوة الأسود. لقد حسبناهم جيداً. كم تعتقد كان عددهم هناك؟ 15 يوماً وربما أكثر. الجميع يهاجم الأسود، بعضها فضفاض جداً. لا تنسوا الاشتراك في قناتكم معلومات متنوعة للمزيد من الفيديوهات الشيقة.